شرفتونا كمان مرة مشاهدينا وبضيافتنا ريتا سركيس، وهي فاشن ديزاينر وكونسلتنت ولايف كوتش ايضا، وهي الفاوندر لرافيني كوتور، وبرعت بالايفنت ستايلينج واشتغلت اكيد برايفت، وايضا اشتغلت بلبنان وبرات لبنان از لايف كوتش. وقدرت ريتا تحط مثل هيك علامه فارقه بهالمجالات، خاصه بالاتيتيود والثقه بالنفس والثقه بالطله، وبخلق طله فريده من نوعها عند كل الاشخاص يلي اشتغلت معهم. ريتا سركيس. Raffiné ou vraiment raffiné? Merci. Ouais. Merci, bonsoir. 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 أهلا وسهلا فيك، بشرفتونا. يعني جامعة المجد من أطراف الموضة، اللايف كوتشنج، الثقة بالنفس، كل هول الأشياء. خبرينا كيف اجتمعوا بفرد شخص؟ هي بتبلش بشي وبتنتقل حالك، عم تعمل امبروفمنت لنفسك لتنتقلي لغير ليفل، بتصيري تتعلمي شوي شوي من هون شوي من هون شوي من هون شوي لنوصل لهالفاينل ريزلت اللي عم نعطيه للعالم. بالنهايه كل انسان بده يشتغل على نفسه ليقدر يوصل، يقدر يعطي هالايماج الحلوه. مزبوط. هي بلشت فاشن ديزايننج وفاشن كونسلتنسي، من هون اذا بدك انطلقنا بهالمسيره. رجعت على لما تكوني انت عم تحتكي وذ ليديز، مع الصبايا، بتتعلمي قد ايه في اوبستكلز هن بيعيشوها، قد ايه في اشياء مشاكل عم بيجربوا يحلوها باللوك تبعهم. من هون خلقت الفكره انه فوت على مجال لايف كوتشنج، وإذا بدك be able to help هالكلاينت to deal with these obstacles، لنطلع عن جد بصورة نطلع هالكلاينت بصورة عنده ثقة بالنفس. هلأ بنحكي كمان بالتفاصيل عن كل هالمواضيع أساساً later on كمان. أكيد أكيد رح نتفصل بكل شيء، بس أنا حابة بلش ببيت القصيد بالكولكشن الجديدة يلي أطلقتيها للكفتان. أولاً، من وين استوحيتي كل هالأفكار؟ الكفتان، أو بداية خلينا نعرف what is a كفتان. الكفتان المغربي اللي نحن بنعرفه. الكفتان المغربي actually الكفتان منا modern outfits. مبلش من أيام الميزوبوتاميان إيرا، يعني ليكي من كم ألف سنة. هنيك إذا بدك it was a symbol of royalty. من هون خلقت الفكرة وخلقت الانسبيريشن لحتى إذا بدك يطلعوا هالسكتشز under رسومات under تنفيذ لنوصل لهالكولكشن هيدي. الكفتان it is described as a long tunic, long outer garment, long robe. ممكن يكون مفتوح على الكتاف at the front، ممكن يكون fitted or loose around the waist، بس أكيد with different design with different cuts. فكرة الكفتان اللي استوحيناها، أخذنا royalty، عبرنا عن royalty character in elegance appearance. مثل ما بنعرف الكفتان بكل البلدان موجود، in many cultures موجود، مش بس بالموروكان ستايل.
سو من هون استوحينا هالفكره اذا بدك اوف كافتان. وليه كافتان بالتحديد؟ لانه الكافتان از وان اوف ذا اوتفيتس اللي عن جد it looks great on all women no matter their sizes, their shapes. So هيدي it's a strong point لنا كمان لحتى نبينها بالكافتان. بتحبي الشك بالكافتان ولا بتحبي تشتغلي بالقماش اكثر بجماليه القماش اكثر؟ كيف يعني كل كولكشن لها التيم تبعها لها خصوصيتها. اكيد في كولكشنز بتطلب حسب التيم تبعها يكون في امبرويدري يكون في شك، وفي كولكشنز بتضمن التيم تبعهم اشياء تكون سمبل يت فيها تاتش اليجنس مثل ما عم نشوف في الكولكشن. هاي الكولكشن اللي عم نشوفها Pheasantly originated من the pheasant, the bird. نحن بنعرف كثير منيح انه the pheasant has its beautiful, diverse, sharp, vigorous colors. من هون استوحينا هالcolor palette of this collection بالاضافة انه the pheasant it's a symbol of love, attraction, passion, peace, authority, being ourselves. So كل هالافكار بنحطهم ضمن برين ستورم لنقدر نخلق اول شيء color palette, then graphic design, then mood board, story board, التنفيذ لنوصل لهالكولكشن الفاينل اللي عم نشوفها. بس بتعرفي ريتا، بس نقول كافتان او بس نقول عبايه على طول عم نحكي عن خانه وحده. نحن كثير حريصين طبعا لما تفقد هيدي القطعه خصوصيتها. مع هيدا وكله في فرايتي كثير كبيره. شو كيف بتقدري تنوعي وتضل خصوصية الكافتان موجودة؟ هيدي إذا بدك ميزة الفاشن ديزاينر. طبعاً. طبعاً. هون إذا بدك الشطارة الكرياتيفيتي قدي الفاشن ديزاينر قادر يعمل كرياتيفيتي ليخلق a full collection of كافتان. بالنهاية الكافتان إذا بتنتبهي هي it's one domain ثيم عم نحكي عنه. سو قديه نحن بنقدر ننوع بالقماش، بالسكتشز، بالكاتس، بالباترنز، بالالوان، هذا كله ضمن البرين ستورم اللي الفاشن ديزاينر بيقدر يعمله ضمن الاتريت تبعه لنوصل هالبيج كولكشن. بس اتس ا فيري ديليكيت ثينج اللي عم تحكي عنه تشولي لحتى ما يوقع الفاشن ديزاينر بمشكله التكرار ضمن الفساتين اللي عم بيعرضها. في نساء بتحسيهم ميالين اكثر للكافتان وفي نساء بيرفضوا. بتحسي انه لا ما بدي البس كافتان؟ ليك الكافتان اساسا في عنده وايد فرايتي اوف يوز. يعني فيك تلبسي كافتان كاجوال during the day، فيك تنتقلي فيه لسبيشال ايفنتس اوكيجن مثل الاعراس. نحن كثير بنشوف بيج ماريجز بيج ويدنجز بيكون فيهم كافتان. يعني from the scenario of the office till the dinner lunch الكافتان ما ممكن حدا يكون عم بيقول لا عليه، لانه okay. at the end الكافتان هو it's a loose and comfortable outfit. وانا بشوف بالايفنتس most of the women اوقات بشوفهم اذا بدك ملبكين عم بيتعذبوا بهالفابريك بهال. سو هون اذا بدك خصوصيه الكافتان باللايتنس تبعه. الكافتان يوجولي بستعمل انا الفابريك كتير لايت. يعني هلا بنشوف كل اوتفيت the fabric I insist انه يكون لايت in order للصبيه تحس حالها عن جد كومفورتبل بتحركاتها بكل شيء. ممكن يكون فستان عرس كافتان؟ بعد لهلا ما صارت، بس ممكن تصير. ممكن يصير اكيد. ليه لا، في ينعمل اذا شك حلو في ينعمل كثير. طبعا ايه. طبعا هي كرياتيفيتي، فيك تخلقي من كافتان اشمل فساتين الاعراس. في كثير مصممين ازياء اكيد من كبار الاسامي اذا بتعملي اتيود قد اشتغلوا على كثير كولكشنز خصصوا فيها مكان لا شيء اسمه كافتان. يمكن العالم مش كثير اذا بدك هيك بتنتبه لا شيء اسمه كافتان، بس هني actually in their wardrobe تبعهم عم يلبسوها بلا ما يحسوا. بلا ما يعرفوا يعني أكيد انه هيدا كافتان. صحيح. هلا بما انه ذكرنا هالمناسبه اللي هي العرس، خليني اسالك ريتا باي مناسبات فينا نلبس الكافتان ولا بينلبس على اي مناسبه؟ بكل المناسبات. شرط انه نختار الكافتان المناسب طبعا من حيث التسوير والموديل والقصه وكل شيء. الكافتان بينلبس مثل ما ذكرنا على صبحيه
among الصبايا على غدا على dinner business على سهرة على wedding حتى الكفتان بيلبسوا مع swim suit لكن لوين لكن variety تبع تبع الكفتان بس أكيد لكل استعمال في عنا خصوصية القماش خصوصية السكتشز خصوصية أنا بالكولكشن تبعي بحب بس هيك أعطي ملاحظة صغيرة بشتغل كتير draping Actually, most of the women بخافوا من شيء اسمه draping, drapé على المانوكان. لأن بنصيح؟ هيدا الفكرة اللي أخذينا. True. But just to clarify the idea, it's not true. الدرايبينج إذا انعمل بطريقة مزبوطة, it has the ability إنه يفرجي نقاط القوة بالجسم. يعمل shaping. Exactly. Yet at the same time, عنده الابيليتي إنه يخبي هال weak points اللي الwoman ما حابه تعمله accentuated إذا بدك. So على فكرة الكفتان it's one of the outfits إذا نعمل مزبوط بيبين عن جد أنوثة الصبية. ما في شك. هي بتحب حالها أكثر. يعني أنا بيجيني فيدباك ما في خبرك قد ايه بوزيتيف قد ايه بيكونوا مبسوطين قد ايه مرتاحين لأنه عم تلبس شيء حلو وشيء مريحة لأنه نحن عم نحضر مثلا ما بعرف إذا عم بتشوفوا أو بتوافقوني الرأي هلا على الإنستا في كثير اسم الله أعراس وعم نشوف أعراس النساء عم تتعذب عن جد بحسهم عم يتعذبوا بفساتينهم وخاصة العروس صحيح يعني أوكي بدها تلبس رويال جاون بس ما عم فيها تتحرك مزبوط. فيه ولك ما عم فيها ترقص ما عم فيها تمسك ما عم فيها انا بصير لهم يا عم بصير فكر بيني وبين حالي انه هذا لازم تتصور فيه ترجع تنزل على العرس لابسه شيء مزبوط بتتعب البرايد بتتعب وهيدا نهار سبيشل هيك بيصير بالايفنتس This is why أنا خصصت هالكولكشن للكافتان للعالم عن جد تعرف إنه it's a very unique piece ليش بتكون موجودة بكل ووردروب تبع تبع بتحسي حالك أنت لابستي مش هو لابسك يعني لأنه في كتير أوقات ما نحس المرأة الفستان لابسها مش هي لابسته والأتيتيود بتتغير وهيدي نقطة كمان بتشتغل عليها كتير ريتا وبتركز عليها خلينا نروح نشوف هيك شوية صور بالكولكشن ونعلق عليهم وناخذ مني كل التفاصيل بلاك دريس انا بحب بس اعطي ملاحظه البلاك هي بيزك لكل كولكشن هيدي الاساس هيدي الايترنال هي القطعه المفروض تكون موجود استعملنا الساتان ليكرا استعملنا الدريبينج اون ذا سايد On the other side, استعملنا الopening واستعملنا the sleeves that could be worn in two ways. يعني فينا نحط الكم كله سوا وفينا نحط الكم half. وإذا بتنتبه الdraping اللي صار على الطرف it's very smooth. وبتنتبه للfabric a delight. قد ايه truly it's easy to wear وقد ايه هين بالتنقلات. بالحركة. Yes. Yes. Very nice. كتير كتير حلو. You could see that royalty effect بالdresses. It's obvious. It's elegant. It's simple. It's elegant. It's royal. في شوز معينة لازم تلبس مع الكفتان ولا حيلا شوز؟ فيك تلبسي الهاي هيلز، الساندلز، فيك تلبسي البوينتد، فيك everything is accepted with the كفتان. Okay. ما في شيء غلط يعني. No. ما في شيء غلط. It's depending on the occasion. الصبية طالعة عليها. عرفتي؟ يمكن تلبسي كفتان أنت مع ساندلز يريحك. صح. Why not? Why not? أنا بقول على طول لازم اللي درج الزحف للنساء ياخذ جائزة نوبل للسلام. شولي أكيد. ما أنا عن جد بلاقي نساء بيعانوا من هالموضوع. شولي بطلنا نلبس كعوبة بس أنتوا معي إنه في قطع ما بتبين غير إلا ما تلبس مع هي لا بدي أقول شو حيلا شيء ما ببين أنا غير لو لابسة سيرفتمان ولبسيها مع كعب غير شيء بتبين ديفرنت بتبين ديفرنت بس هي العذاب النفسي والجسدي شولي وخاصة بعد الكرايسيس اللي قعدنا فيها بالبيت ما بقى نعرف نمشي بالهاي هيلز دقنا طعم الرياحة شولي مظبوط شولي رحنا سو الكومفتبل رحنا سو الأشياء المريحة بعدنا فيه هو زيته صح؟ That's it. بعدنا بال. The second dress. It's a combination بسيلفر and gold metallic ليكرا أكيد.
the opening ننتبه انه في draping on around the waist. هذا اللي كنت عم بقوله انه الكفتان ممكن يكون loose around the waist وممكن يكون في شغل draping على منطقه الخصر حسب ما الجسم بيلبق له. أكيد هون عملنا one sleeve لا إذا بدك نكسر الفابريك اللي غطى الجسم كله استعملنا البال shaped sleeve كمان لنضل بوحي هالرويال إيفكت تبع الكولكشن. أكيد هون اللبس مثل ما بنشوف مع ساندلز مش مع هاي هيلز. So هاي الفرايتي it depends on the occasions. قد ايه الكفتان بيعطي طول للمرأة؟ كثير كثير. الكفتان is one of the outfits اللي انا كثير اذا بدك I recommend it to women اللي بيحبوا يكون عندهم هالمشقة خاصة اذا في opening. هيدي كثير مهمة لأنه بتعطي مشقة طول للصبايا وactually بالspecial occasions كلنا سوا like اذا بدك بنحب يكون عندنا هالطلة هالطول. صح عم تنتبهي قد الفابريك از فيري لايت اتس واضح فلايز يعني هالقد انا بشتغل انه تكون الكلاينت عن جد مرتاحه بالطلة اللي طالعه فيها. The fabric اللي مستعمل by the way it's for all season it's never dead. ما بدي يعني أسألك هل بالشتوية بتختلف الفابريك؟ في فابريكس بيستعمل خاصة. during all the seasons وأنا إذا بدك بهالكولكشن رحت صوب هيدا الفابريك بس أكيد during the winter بنروح على higher أسمك. Yes. أسمك true. أكيد true. أسمك شو بتخيل بالنهاية بس تكون عندك special occasion ما بقى نلبس هالقماش السميك لا خلص once you are in the occasion it's done يعني ما بقى فيك إذا بدك تلبس الكوت فوق exactly and then خلص صحيح صحيح هو بالسهرات العادة فيك تلبس تي شيرت بالصيف مظبوط بس عم بتخيل الكافتان بالفلور قد ايه بيعطي رويال اكثر بعد جايين ان شاء الله طبقتينا عطيتينا فكره تي انتيسيبي ايه حقيقه حقيقه حقيقه. طيب كنت عم تحكي ببدايه الحديث انه انت عملتي لايف كوتشنج كرمال قد ما شفتي فيه اذا بدك صعوبات امام النساء باختياراتهم لانه في لو سيلف استيم في محل ما بدنا نبينه محل ما هذا قديش ساعدك هيدا الشيء انك تخليهم يتخطوا هيدا الشيء وقديش بتصيري صديقه للزبونه اللي عم تشتري من عندك انك تريحيها تقنعيها مش بس لتبيعيها تقنعيها لانه هيدا الشيء حلو عليكي. رح بلش بأول نقطة ذكرتيها، اللايف كوتشنج هي أساسا موجودة لمساعدة الكلاينت على العمل على نقاط ضعفه، لنقوي هالنقاط، نلاقي استراتيجيز ليطلع من هالويك بوينتس ليكون هو مرتاح محاله. لايف كوتشنج مش بس بالفاشن كونسلتنسي، أنا از فاشن كونسلتنت إذا بدك اتجهت لايف كوتشنج بفيلد الفاشن، بس هي لايف كوتشنج اكشلي ان اول فيلدز از سيرتيفايد لايف اند اكزيكيوتيف كوتش. سو اللايف كوتشنج اللي أنا فتت فيها it was crucial لعبت دور كثير اساسي ومهم بحياه my clientele as a fashion consultant. ليه؟ اللايف كوتش helps the client improve الكارير relations علاقاته communication skills واهم شيء day to day conversations اللي هي بالمجتمع اللي حواليك. كثير بسمع انا ليديز ابسط الامور واهمها truly اذا هي او هيدي التفاصيل الصغيره صدقيني بتوديك فرق كثير كبير حقيقه. اللايف كوتشنج هيلب ذا كلاينت اهم شيء مثلا انا بسمع كثير صبايا بيقولوا لي I'm not feeling good in my own skin or يا الله ما بعرف شو عم بيلبق لي ما بعرف
بهالاوكيجن شو بدي البس. هون as a life coach بنشتغل I help the client to come out with strategies, أكيد using skills and tools of the life coach لنطلع هالإيمج اللي الكلاينت بيرتاح فيها مع نفسه أولا ومن ثم مع الانديفيدجوالز in the community اللي هو موجود فيها. Through أكيد نقوي الثقة بالنفس, raising awareness عن طبيعة الجسم, شو بيلبق له, كيف بنبيت نقاط القوة, كيف بنخبي نقاط الضعف, etc. أكيد الكوميونيكيشن سكيلز كتير مهمة والإمباورمنت قديه مهمة بحياة النساء, ونحن بنعرف كتير منيح هذا السبج وقديه مهم بهالأيام هايدي. So life coaching بحب بعد أذكر شغلة, when you are in a community the first appearance, the first impression you give, وهيدا الشيء كتير مهم وأساسي not only on a personal level بس كمان on a business level, هيدا الشيء كتير مهم. So it's a package, it's a package. يعني أنا لما الكلاينت توصل لعندي في عندي designing, I need to design for her, I need to be her fashion consultant لنعطيها advice شو بيلبق لها, I need to work with her on all the zabatic aspects of her personality لتطلع عن جد هالكلاينت at the end of the day هالقد مرتاحة بعلاقتها مع نفسها ومع حالها. وهون بنبين exactly قد ايه الومن بيكونوا مرتاحين مع حالهم. رح نحكي أكثر عن الجمال والموضة والستايلينج واللايف كوتشينج, بس رح نتوقف لحظات مع الإعلان بريك ونرجع. مشاهدينا مع ريتا ساركيس وهالكولكشن الحلوة كتير والجديدة من الكافتان, ودردشتنا لحتى نتعلم منك أكتر وأكتر عن الكافتان وعن هيدا العالم الواسع يلي بيستهوينا هالقد أكتر وأكتر. ريتا رح منشوف بعض من الصور, ولكن بما أنه هلأ بديك هلأ نكفي بالصور خلينا نخلص من تفاصيل الكولكشن ونرجع نددش. هيدا very nice. هيدا الكافتان actually it was a special piece حقيقة. Usually the ladies عندهم خوف من البايات, بيخافوا ما يكون ثقيل عليهم. That kind of بايات إذا بتمسكي you cannot يعني ما بتصدق قد ايه light. وبتحب تحسيها بالبرمة الدريس قد ايه هي عن جد easy and light. هيدي it's a combination between البايات وبين الساتان الجولد, اللون الجولد أكيد اللي هو اللون الملكي. اللون عن جد اللي ما بتروح موته واللي موجود عن جد بقوة خاصة هالسنة كمان. النيك لاين اللي سكرنا فيها in the front عطينا فيها هالإليجنس بالأبر بارت, اشتغلنا على الويست عملنا دريبينج, وعطول بحب زيد انه الدريبينج اللي بينعمل عندي هو هاند ميد on a mannequin. So اشتغلنا بهالدريبينج around the waist, كسرناها in the back بهالفتحة لنعطي عطول الاتراكشن والسكسي افكت للدريسز. ما بعرف ليش حاسة ريتا انه هيدا اتقل من غيره, صح؟ كماتيريال ك ليكي ذا كومبينيشن اللي انعملت فيها كل اوتفيت في له تقله في إلو ثيم, يعني أنا ما بقدر أقول إنه هيدا أتقل من هوديكة. It's different fabric, كل fabric عندها خصوصيتها وعندها the way it is used. بس البايات حبيت فوتها بهالكولكشن لأنه عن جد ضوت وعطت هالإكلا للكولكشن, خاصة عملت بالcolors اللي نحن نقيناها ضمن الcolor palette بهالكولكشن. بس نحكي مناسبات كبيرة, مناسبات صيفية خاصة أكيد البايات بيكون موجود. It's the master. Yeah, 100%. أكيد.
ليكي في ليديز بفضلوا يكونوا يروحوا صوب السمبل، وفي ليديز كمان بيروحوا صوب صوب البايات. تشولي يعني ما في اذا بدك بعدين دريس كود. بعدين في انواع قماش مش بس ساده، في كل قماش بتبكي بالعقل يعني بنشوفهم عليهم مثلا رسمه معينه برنت معين بيبقوا بنشوفهم كثير حلوين اكيد. وما بعرف ليه بحس كده عنا نحن مجموعه من الفنانات معلقين على البايات وناسين انه في فساتين فرايتي. لكن البايات على الكاميرا بس مع مع رسمه مع تاتش مع كات مع عرفتين بنغير. بس بحب الفت النظر يمكن لانه الفنانين under the light under the spot البايات بيعطي under the spot هال attraction بتعرفي حسب بس كل زمان صار كثير مكرر يعني عم ينلف نفس الباترن. هيدا اللي بنخاف منه نحن التكرار مكرر مكرر ما بقى بتبهرك شولي 100% يعني صارت بتبهرك اذا لبست جينز وتي شيرت شو 100% كثير الاطلالات عم بتحسها ديجا فيو مزبوط. حبيبه قلبي قبل ما اعطي بس ملاحظه عن تكستايل هيدا الكفتان هون اذا انتبهت لوس no specific size, no specific age, very simple yet جمعنا الكريب ان فير ساتان مع البايات around the hemline لا اذا بدك نضل بجو هال الكلاسينس and high fashion. بتنتبهي رويال كلنا بنعرف انه that kind of cut كانوا يلبسوها رويالتي هو اللون لحاله رويال كمان ما ننسى true. It's a whole thing. It's about the choice of the fabric, of the cut, the draping. هيدا القماش ما بيشوب صح؟ ابدا ابدا اوكي ابدا 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 اوكي كارين هيدا انت عم تعاني من الشوب هيدا عم بحس عم بتطلع هيك عم بقول اوكي بيشوب ولا ما بيشوب ما بعرف اذا انتبهت شعري سايح وكل مساحات بس انه صار ليك اختيار الفابريك تكستايل از فيري امبورتنت بكل كولكشن اتس ا بيزك. بحب اعطي ملاحظه بس كنا عم نحكي عن عالم التكستايل، التكستايل هو عالم بحد ذاته اتس ان اندستري ما فيها خبرك يعني قد ايه بالعالم كله it's one of the biggest one. فلما نكون نحن عم نعلق عن جد على فابريك وننسى هوديك all the other kinds بنكون عن جد امورات هال هال هالفرايتي اللي عندنا. في عندنا برينتد، في عندنا التاي داي. تشولي اذا بدنا نفوت هلا بدها حلقه لحالها بس كثار بعدهم ريتا بيوقعوا بالخطا يعني بتلاقي قطعه صيفيه بقماشه ما بتقطع بالصيف شو مزبوط. والعكس صحيح يعني تشوفي لونج سليف بس انه بتكون القماش كثير هون اهميه هون اهميه النولج، اهميه الادوكيشن، اهميه الاكسبيرينس، اهميه الستادي. انا كرمال هيك على طول بقول مش من مكان طلع على بيج وحط كولكشن صار يعني فاشن ديزاينر نو تشولي ضروري يكون بهالتومان يكون عندنا 1 ميجر اوف فاشن ديجري لانه ضروري يكون عندك نولج ادوكيشن لما نوقع بهالاغلاط هيدي اللي كثير وبيوقعوا اللي بيلبسون فيهم لهول الاغلاط شو يعني ما بيكون معهم خبر. بدي اقول لك شيء كونسبت الشخص اللي بينصح بالتيب وباللبس قليل الفنانات اللي بيستعملوا يعني بيعتبروا حالهم انه هن بيعرفوا بالموضه مزبوط ايه وما بدنا فاشن كونسلتنت ابدا بينما بيوروب العكس صحيح مزبوط وبامريكا مزبوط. بما انه بس معلش عم بظهر شوي على الموضوع بس بما انك انت موجوده معنا في بالايفنتات بالريد كاربت الكبيره منشوف بالاضافه للجمال المش طبيعي باللبس كوارث مش طبيعية باللبس مزبوط. سؤال ناس مع مصاري فيها توصل لأجمل شيء على طول أنا هيدا بصير هيك قاعدة ومحرقصة قدام الصورة فيها توصل لأجمل شيء يعني فيك تشوفي مثلا عرض لزهير مراد تنقي منه حيرة في السمع وتلبسي شو وبيلبسوا كتير بشع شو شو ليكي اول شيء ما فينا نقول كثير بشع وي ار نوت هير تو جادج يعني انا لا حبيبتي كرونا كثير بشع عم بتعذب ما هي انا بقول فاشن اتس ا تيست يمكن تيست تبعي مش القطعه مش القطعه بس بتكون بشع لوك بيقطعوا نفسهم بطريقه بتصيري مش عارف الشعر لا خبرك ليش
لخبرك ليه. مش كل الفنانات. هلا نحن بمجتمعنا بلبنان عن جد الستات عندهم نظره مثل ما عم تحكي انت تشولي، وعندهم هالكونسبت اللي عارفين شو بيلبق لهم وعارفين شو الحلو. ما كل العالم هيك. حتى على ريد كاربت نحن كثير بيكون عندنا ستايلست عم بيلبسوا هالكبار الفنانين، بس اوعى تفكري انه اول ذا ستايلست، يعني في كثير اسامي ظهرت برانجا بار اتسترا عطوا لوكات حلوه، بس مش كل ستايلست قلنا عنه ستايلست هو بيعطي هاللوك اللائق لهالشخص. سو اكسكيوز مي، ذس از واي ضروري يكون الستايلست اذا بدك هون اهميه لايف كوتشنج، بحيث انه بيفهم شخصيه هالكلاينت ليقدر يطلعوا بهالايمج اللي هي بتلبق له. 1 2 ريد كاربت اتس ا بروباغندا، هي إذا بدك سي اون بيبليسيتي، يعني فيك أنت تلبسي إذا بدك يتقصدوا يلبسوا إشياء exactly. ينحكى عنهم اكزاكتلي exactly. يمكن yes. تلبسي أنت سكيرت ما خاصة بريد كاربت، تطلع هي نعمل لها إذا بدك البروباغندا إنه إذا بدك under the name of that designer or that stylist. So ريد كاربت إذا بدك هي منا دريس كود، هي منا إذا بدك رولز، هي إطلالة، هي إطلالة مبهرة. شو مبهرة كيف ما بأي يعني طريقة يمكن أنك. يمكن يمكن تكون القطعة واو عرفتي فيها واو لوك واو، يمكن قطعة ماشي تكون seriously very very simple. So it's إذا بدك it's a show بالنهاية. Red carpet is a show, it's a statement. عرفتي بس it's very important اللي عم تحكي أنت، لأنه الفاشن truly is a taste، والتايست عنا نحن is different بعالم برا. إذا بتنتبهي كبار الديزاينرز عنا زهير مراد اللي صعب قدي لمع وقدي هالأسامي بينت ضمن هالفنانين اللي انت عم تحكي عنهم especially on the red carpets. We are lucky to have that. إذا بدك ميزة عنا of course جولي. أكيد. بس اللي توني ورد برع كمان كتير أسامي كتير. أنا سوري فتت بالأسامي ما بدي إذا بدك انسى حدا أسامي جولي بس فيهم وصلوا يعني صار عندهم تشويس كتير كبير برا يعني مزبوط. بس مثل ما قالت كارين لأنه they can afford it، وبعدين نحن شايفينهم قبل بإطلالات مبهرة فما بتتوقعي أو مثلا بتحسي جيلو ما بتعمل disappointed يعني exactly. يعني بكل حياتها بتشيلي لها وحدة مظبوط. جيلو هي حدا كتير عندها خبرة بالفاشن. إذا بتسمعي البيوغرافي قدي شغلي على الفاشن وقدي عندها نولج بالفاشن ما هذا كله بأثر. بس مش بالضرورة يعني إذا اسم الستايلست أو الديزاينر يعني القطعة واو أو اللوك واو. ما هون أهمية أنه كمان الواحد يكون بيعرف حاله وشاغل على حاله. عنا من هون أهمية لايف كوتشنج 100% of course. لنور الأورنس للكلاينت. للكلاينت 100%. ريتا عنا سؤال على الواتساب بيقول ممكن أسأل كيف ممكن ألبس الكفتان يكون مودست مع الشيل من غير ما يكون مستهلك أو شعبي؟ حسب موديل الكفتان اللي عم تسأل. I need to see the kaftan to see what kind of occasion لازم ينلبس عليها. يعني هذا it's a very like general question. هي بعتقد مرأة محجبة إذا مع ما بعرف ما عنا لا صورة ولا بس هنا it's depending on the kaftan, depending on the occasion, depending on the fabric. إذا بعتت لك على الانستغرام الخاص فيك فيك أكيد أكيد طبعا. ما زال فتحت هالباب خليني أسألك الحجاب للمرأة إذا بدها تلبس الكفتان مع الحجاب لازم يكون نفس القماشة مثل الكفتان انديداد لإله؟ ما ضروري اكيد لا، يمكن يكون الحجاب different design different fabric، بس الفكره انه احنا بس نفوت بكافتان مع نساء محجبات ضروري انه نكون عم نحترم الكاتس all over يعني على الرقبه على الكتف على عرفتي الطول قد ايه بنخبي بالجسم يعني هون اذا بدك بيجي دول customized dresses لما نقعد مع الكليونتال اكيد بده يكون مسكر لهون أكيد. يمكن أكيد. بلاقي انا اذا الحجاب بيكون في تحت القبه ومن نفس اللون بيعطي allure allure total ما في كات 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 ما في كات
الترندز، شو ناطرنا بهالصيفية والخريف؟ شو المصطلح؟ يلا بتعرفي إنه هيدا السؤال كل ما كون بمحل بيسألوني إياه. هيدي السمر سبرينج، سبرينج سمر، كثير بدنا نشوف أشياء جديدة. أول شيء رجعنا على لو ويست بانس. اوكي احنا قطعنا بفترة كثير درج الهاي ويست، حنرجع ليك. أنا مع البوث، أنا إذا بدك بشتغل ديبندينج الجسم. أنا شو بحب الهاي يلبق. أنا بحب الهاي، بحس إنه اللو قد ما غير إنه هيك، بحس إنه اللو ويست قد ما يكون جسمه حلو للمرأة أو للصبية هي قصة. عن جد شو، بس في أرسام كمان بتلبق له إذا في عنا ريلي لايك ثين بيبل، وزن 20 كيلو شو لي هون أكيد بيلبق له كتير دارج. مع اللو ويست البانس تجين يكونوا ستريت أو فليرت، دارج كتير الكروب توب مع اللو ويست، ودارج البليزر معهم كمان. رجعنا نشوف البليزر الاوفر سايز كثير دارج، ات از كومفورتبل، ات از كومفورتبل. غير انه شو بكثير هلا ما بقى فيك تلبسها. ما بقى فيك تلبسيها بس بتعرفي شفت صبيه فاتت على مطعم مصره تصر واصرارا تلبس البليزر والحراره شي 50، بس اللوك بيتطلب هيك. ايه فبدنا نلبس البليزر بس بركي هي يعني بتبرد. لا هي مشوبة depending on the look. خلاص كورونا سألتها، كورونا سألتها. لا شافت على ملامح وش العبقة كانت. بدي أسألك عن الفساتين اللي أنا لبس شوي شي بيشبههم. أوكي كتير هلأ دارج زيح من هون قصة من هون. هيدا هو اللي جاي أحكي هلأ. هيدا هو اللي جاي أحكي هلأ. هيدا بنسميه خلينا بس أذكر eye catching، يعني eye catching cut، يعني بتشوفي مثل ما أنت كيف لبسي هلأ هيك هيك هيك. بس مش بس بالجاسس هيك بينربط هيك، وفي فتحات كتير كتير، يعني لازم يكون فيك زيرو فات لتلبسي. لكن لا فيك اذا بدك عندك هيك فيك تعملي هالشي محل ما انت كنت متضايقه من هالبارت اوف يور بودي. اتس هاو يو دريب ذا فابريك اون يور بودي. طب انت بتلاقي غلط اذا امراه مليانه لبست هيدا النوع من الفساتين؟ عرفت شو قصدي وصار في زي اي سي اجين. ما بقول غلط اكيد، بقول اتس نوت سوتبل فور ذا كايند اوف بودي اكيد. بس مش معناتها ما فيها تلبسه، فينا نعدل. اذا في نسوان بيقولوا لي طب انا اوكي اي هاف لايك وزن، بس انا بحب هيدا الدريس وحابه، بحق لهم يلبسوا على الموضه يعني. ايه بنصير نحن نعمل دريسز حسب بهالكونسبت على جسمه. عرفتي واي نوت؟ يعني ما هي الفاشن تيست، فيك you can do whatever you want. You can like عرفتي it's creation، بس مهم انه تطلع الكلاينت تكون هي مرتاحه معنا. نحن ما بقى عندنا وقت كثير، بس خلينا بس كمل ليك. اوكي كلاسيك جليمر رجعنا عليه، بنشوف كثير النت الامبرويدري شو اسمه جليتري تشين ميلز الكريستلز عم نرجع نشوفهم كثير. عم نرجع نعمل ايتمز ريتروسبكتيف للتسعينات لل2000، سنه الماضيه كنا للثمانينات. سو نحن على طول بالفاشن هيستوري بنرجع لحقبه معينه من التاريخ. في عنا ترانسبرنت شير القماش البليلي، هيدا بيعطي اذا بدك سكسي لوك، اتس فيري امبورتنت. هيدي كثير حنشوفه هلا بهالفتره. الكولرز السولر تون مثل ما شفنا بالكولكشن اتس فيري ترندي. الميتاليك الدنم ذا نيفر دايز، هيدي على طول. الفايبرنت باترن مع اللاينز، بتشوفي خطوط فيرتيكال خطوط هوريزونتال بايس دياجونال، هول كلهم دارجين هالسنه. الاي كاتشنج كات مثل ما قلت كثير بنشوفها كمان. ان شاء الله ما اكون ناسي شيء لحتى اقطع للعالم اكثر شيء. تويستد شيبس بتشوفي جادنينج من هون، تويستنج من هون، عرفتي هذا كثير مهم كمان. البرنت التاي داي اللي كنت عم تحكي عنهم كمان حنشوفهم كثير، بالاضافه الى رافلز بنشوفهم ات ذا ايدجز. كمان بنشوف اذا بدك التريمد كف كمان كثير حنشوفهم هيدي السنه. هيدا اذا بدك اون جرو رمارك صغيره، بعرف الوقت دهمنا توداي. موست اوف فاشن ديزاينرز عم بيشتغلوا عم بيروحوا صوب سستينبل فاشن. بحب وضح الفكرة بليز. نحن بنعرف أن our planet Earth has resources renewable and non-renewable. Unfortunately, الاندستري تبعنا الفاشن بتستهلك the non-renewable resources بطريقة irresponsible، بطريقة ما طبيعية. So most of the fashion designers recently عم يشتغلوا على هيدا الموضوع لنقدر إذا بدك منشتغل بأقل دقة
Exactly. إذا بدك no waste نشتغل under the big title of no waste or قد ما فينا دقا just to keep إذا بدك هال planet earth مش بس لنا for the generations to come لأن نحن مش عايشين لحالنا. هيدا موضوع كتير مهم هيك حبيت إذا بدك كمان أحكي عنه. ميرسي كتير ريتا سركيس فاشن ديزاينر and consultant ونتمنى لك كل التوفيق. Thank you so much. Merci.